اللي فاتوا ولا ان احنا ال30 ان سنه مفيش اللي فاتوا مصداقيه. ايام النظام السابق. اه مفيش مصداقيه. بس تقول لك انا بدعم المواطن الفقير، اصل انا حاطط دعم وعمال استلف عشان احط دعم على السلع، وفي الاخر انا ما بستفدش منها باي حاجه. امال الدعم ده كان بيروح هو فين؟ عشان كده عايزين نروح مباشره يا فندم للفئات دي. مش عايز بقى اقعد الف في فكره ان انا ادعم حاجه الحاجه دي بياخدها الغني والفقير، لا انا هدعم مباشره الاسر الفقيره، اروح لها مباشره بدعم نقدي. وانا بقترح 500 جنيه لكل اسره من هذه الاسر في الخمسة مليون اسره، ده هيؤدي تقريبا ل من 25 ل 30 مليار سنويا. ده هنخفض بيه دعم الطاقه، اوريدي بنخفض بيه دعم الكهرباء حاليا في الفتره الاخيره. يبقى انا رحت ل 5 مليون اسره تحت خط الفقر، في الحاله دي الاسره دي هتعرف تعلم ولادها، تعرف تبص على احتياجاتها، هيقل في الحاله دي التسرب من التعليم، هيقل في الحاله دي الاميه، هيقل في الحاله دي الفقر، الجهل، وبعد كده ده هيقلل معانا جدا الظواهر اللي بعد كده العنيفه زي الارهاب وغيره. لو ما على المدى الطويل بقى لو ما رحناش ناحيه السلام الاجتماعي احنا هنتنيها في نفس الدائره المقفوله، هي اصلها دايره لازم تخترقيها مباشره. انما هنقعد نلف وندور ونقول ايه بكره السنه الجايه قدمتوا لما نعمل ابحاث. انا قدمت مقترح فعلا. الرد الحدث دلوقتي احنا لا احنا اصلا احنا في مناقشات مع الحكومه في فكره ايه هيدبر الموارد ازاي. فانا بقول له يدبر موارد منين، يعني انا بقول له هاخد من دعم الطاقه قد ايه، هاخد يعني من دعم الكهرباء قد ايه. حجه الحكومه الوحيده ان هي مش الحجه، المناقشه. ما انت في الاخر عندك موازنه، هذه الموازنه ازاي تحوليها من الدعم العيني للنقدي عشان توجهيها للمستحق، دي قصه مش سهله. فانا بقول له انا عندي احصائيه مبدئيا ب 5 مليون اسره مطلعها الجهاز المركزي للاحصاء، انا استهدفت منها مليون اسره في تكافل وكرامه. وصلت لهم يعني الفكره طبعًا دي؟ طبعا احنا قعدنا لا احنا في اطار قيد التنفيذ ولا قيد النقاش؟ لا قيد النقاش، وهيبقى للتنفيذ لسبب. احنا دلوقتي منفذين 600 الف اسره رايحين مع اخر 12 لمليون السنه الجايه، انا بس عايزهم يجروا بدل ما اخد كل سنه 500 الف اسره، لا انا عايز انفذ لل 5 مليون اسره في السنه دي. في السنة يعني انا عايز اشتغل على الفكره. سرعه اجراءات. وعايز اقول لك الاهتمام انا من الدلتا مش من الصعيد، بس انا بقول الاهتمام بالصعيد في المرحله دي والله دي ضروره قوميه ووطنيه. طيب عشان نقاط الفقر اللي